فيما بدا وكأنه مرحلة جديدة دخلها سباق الرئاسة في لبنان مع بروز مرشحين هما سليمان فرنجية وجهاد أزعور لأول مرة في الجلسة البرلمانية 12 لاختيار رئيس للبنان. أخفق البرلمان اللبناني من جديد في انتخاب رئيس للبلاد في الجلسة 13، فقد أعلن الأمين العام لمجلس النواب إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الخميس لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، فقد حضر للمجلس 53 نائباً فقط، فيما يتطلب انعقاد الجلسة حضور 65 نائباً، أي النصف زائد واحد، من بين 128 عضواً بالمجلس النيابي. ولم يحضر للمجلس إلا رئيس مجلس النواب وكتلته النيابية، بالإضافة لعدد من الكتل النيابية الأخرى، فيما غاب تكتل لبنان القوي والكتل النيابية التي وقع نواب منها على بيان مشترك قبل عقد الجلسة، أعلنوا فيه استمرار مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي. جلسة مجلس النواب التي لم تنعقد كان من المفترض أن تناقش عدداً من مشروعات القوانين الخاصة بالصندوق السيادي لإدارة عائدات الثروة النفطية، وأيضاً قانون الكابيتال كنترول المثير للجدل، بالإضافة لمسألة انتخاب رئيس للجمهورية. ويبقى السؤال، هل يعود لبنان مرة أخرى إلى موقع المراوحة والتعطيل بعد أن انتقل إلى موقع السباق بين مرشحين وحشد الأصوات والتأييد؟ سؤال متداول على الساحتين الداخلية والخارجية، ويأتي متزامناً مع تأويلات وتفسيرات لرئيس مجلس النواب والكتل السياسية اللبنانية التي رسمت خطاً فاصلاً بين الحوار والتوافق والتحدي المباشر والخروج من نقطة اللاعودة.